السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعين، يا رب تكونوا بخير في مطبخي، مطبخ خالة الشريف. منوريني ومشرفيني حبايب قلبي داخل مصر وخارج مصر. النهاردة هعمل معاكم البليلة بجميع أشكالها، إن شاء الله تعجبكم قوي. طريقة سهلة وجميلة وحلوة قوي ومغذية لولادكم. البليلة من الحاجات المغذية جدا وهتعجبكم إن شاء الله، وهتدفيكم في أيام الشتاء، ايام ايه البرد اللي احنا فيها دي. ان شاء الله باذن الله البليله طعمها بيبقى رائع، تفطري بيها، تاكليها في اي وقت، تعمليها اطباق، تاكليها سخنه البليله بكل انواعها. معايا نص كيلو قمح نقيته وبليته من بالليل، القمح بليته يعني قبلها بساعتين ثلاثه كده، القمح بالليل من قبلها بيستوي بسرعه جدا. نص كيلو قمح عمل كمية كتير كتير كتير، وجميع انواع الكنافة كانها سخنة وبردة وكل حاجة، ان شاء الله تعجبكم باذن الله. نص كيلو البليلة انا بقى نقعتها وحطيتها على البوتاجاز 10 دقايق وطفيت عليها وسبتها، بقى طلعت بصي فشرت ازاي. انا بعملها كده، بسويها 10 دقايق بس على البوتاجاز، تغلي على البوتاجاز واطفي عليها واسيبها في الميه اللي بتغلي بتاعتها لغايه بعدها بقى من بالليل للصبح، من الصبح للليل تسيبيها 5 6 ساعات بتفشر لوحدها وما تاخدش منك وقت خالص. هحط بقى معاكم طبق البليله بعد ما استوت كده، هعمل بليله بالكنافه هتعجبكم قوي قوي، البليله السخنه بالكنافه. لو عندك كنافه مركونه في الفريزر طلعي وحطي منها، لو عندك كنافة طازة وزايدة منك حطي حتتين كنافة كده مع البليلة وكلي أحلى بليلة بالكنافة. صراحة أنا كان جنبي فتح محل قبل كده وكان بيبيع بليلة بالكنافة. بصي حطيت بقى معلقتين ثلاثة لبن بودر، معايا معلقتين على اللبن ده كوباية لبن، عليها 3 معالق لبن بودر، 3 معالق نشا، 3 معالق كريم شانتي. كريم شانتي برضو بيبقى مخلي طعم الحاجة بيطعمها ويخليها طعمها حلو قوي، بيبقى مع الرز بلبن برضو حلو جدا وبيبقى جميل. بتحطي 3 معالق كريم شانتي، بتحطي مع 3 معالق لبن بودر و3 معالق نشا، هدوبها في كوباية اللبن كده. وطبعا معايا اللبن اللي انا هحطه على البليلة، بس دوت انا بحطه على البليلة بيخلي لها طعم روعة قوي، اللبن البودر مع اللبن الحليب مع النشا مع كريم الشانتي بيبقى جميل قوي. كريم الشانتي بيبقى حلو قوي، بيديها طعم كده حلو وجميل. قلبت خلاص المقادير بتاع الحاجة اللي انا هحطها عليهم. معايا كوباية سكر، كوباية كبيرة مش كوباية صغيرة، كوباية حلوة كده. بتحطي كوباية على نص كيلو، مقدار مظبوط مظبوط جدا. كوباية السكر على ايه؟ على نص كيلو القمح البليلة. هي كده بقت بليله خلاص، بص استوت على الاخر على الاخر بعد ما نقعتها في الميه اللي بتغلي بعد 10 دقايق. بتسيبيها بقى، بترجعي بعدها تسخنيها على البوتاجاز، سخنيها وتنزلي باللبن الحليب بتاعك، كيلو كيلو ونص على النص كيلو براحتك بقى، يعني اللبن ده انت ومزاجك، حطي كيلو حطي كيلو ونص انت حر. طبعا ده بمزاج كل واحد وعلى حسب كل واحد ما بيحبها ازاي. دوبت اللبن معاها وطبعا السكر معاها، وبعد كده اول ما تسخن قوي هنزل عليها بقى بالكريم شانتي والسكر واللبن البودر، بنزل عليها باللبن البودر و3 معالق النشا، بحطهم دول بقى عشان لو عايزه تعملي اطباق. قبل ما تحطي النشا والحاجات دي لازم تشيلي البليله اللي انت عايزه تاكليها بايه، بالكنافه او في الاطباق. في ناس بتحبها تسخنها تاكلها كده بمعلقه كده، وفي ناس بتحبها بالاطباق معموله بالقرفه والسوداني والمكسرات اللي عندك، في ناس بيحبوها ساده من غير اي حاجه. فانا بقسم لكل واحد حسب ما هو عايز. قبل ما بحط النشا والحاجات دي بشيل بقى حبه على جنب للي عايز ياكل بليله كده عادي باللبن بس عادي، وبشيل منها برضو شوية كده لو عايزة طبق بالكنافة فيعني لازم ايه، وبعدين الباقي بعمله بالنشا بقى وكده وحطه في الاطباق زي العشورة بتاعت اللي بنعملها في الموسم. ولادي بقى بيحبوها زي العشورة كده قوي في الاطباق، ما بيحبوها السخنة. طبعا بتعملي لولادك اللي هم عايزينه، وجوزي بيحبها سخنة بالكنافة،
ويعني كل واحد عايز حاجة بنريح ايه الزبون، لازم تريحي اولادك كلهم. دي بقى قبل ما انا احط عليها اللبن والحاجة، شلت منها بقى شوية، شلت منها في طبق كده عشان اللي عايز ياكل من غير من غير حاجة كده سادة ياخد، واللي عايز ياخد منها ده انا هعمله بقى بالكنافة. وتشوفي الكنافة بقى تدي طاقة لولادك بصراحة جميلة جدا. احط عليها اللبن واحط عليها عسل نحل، صحية جدا صحية جدا ومفيدة جدا، صحية ومفيدة بألف هنا والشفا. متنسونيش بقى في اللايكات وسبسكرايب واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد حبايب قلبي. بصي بقى معلقة عسل كده حلوة على الطبق، الطبق ده انا عملته بصراحة وكلته انا، كان نفسي اكل كنافة بتاع ده بليلة بالكنافة، قلت اكلتها في محل قبل كده كانت عجباني قوي 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 بصراحة، وانا بيعجبني لما احط عليها. وحاطة كيس كنافة في الفريزر، كل ما اعمل بليلة احط اطلع من الكيس، اهو معايا كيس الكنافة ده اللي فاض من الكنافة، ايه مش رميته، لا حرام، شيليه في الفريزر في كيس، وكل ما تعملي بليلة حطي معاها حتة كنافة حلوة كده. هي طبعا معمولة جاهزة، يعني كانت محشية، دي بواقي كنافة كانت عندي وحطيتها في الفريزر. طبعا اوعي ترميها، ده كنز عندك، هتحطيه في الفريزر وقت ما تعملي كنافة لولادك سخنة كده، تكسري عليها شوية كنافة وكلي بقى بليلة بالكنافة، تحفة 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 في ايام البرد دي، هتدفيكوا وهتخليكوا ايه ما شاء الله، وحاجة حلوة كده تاكلوها وانتوا قاعدين بتتفرجوا على التلفزيون او ولادك بيذاكروا، تعملي لهم طبق الكنافة بالبليلة، مفيد جدا وحلو جدا. طبعا انا محلية بعسل النحل ده عشان ايه، عسل النحل مفيد والبليلة مفيدة، احلى كنافة بالمكسرات على البليلة. وكلي وادعي لي بقى، عايزة دعوة حلوة منكم حبايب قلبي، دعوة حلوة على طبق البليلة بالكنافة بعسل النحل ده، بصراحة فاخر من الاخر. انا ما كنتش قادرة بصراحة، عقبال ما خلصت الفيديو ما كنتش قادرة، عايزة اكل الكنافة بالبليلة ديت، خلاص بقى بلا رجيم بلا بتاع، خلينا بقى ناكل كنافة، ناكل بليلة بالكنافة. شايفه الجمال والحلاوه، هحط بقى في الاطباق، والاطباق دي فيه بياكلوا بالقرفه وفيه بياكلوا بالسوداني، فاحنا ايه بنريح الزبون زي ما قلنا، ريح الزبون هترتاحي. كل ولد ولا كل بنت، كل واحد بياكل اللي على مزاجه، محدش بياكل حاجه غصبا، في ناس بيحبوا بالقرفه، في حد بيحب بالمكسرات، ولادكوا كلهم لازم ياكلوا اللي نفسهم فيه. وحاطه طبق بعيد اهو اللي انت شايفاه دوت، ده انا حاطه بقى ايه عشان ده اللي عايز ياكل بليله سخنه من غير اي حاجه كده، ده ياكل بالالف هنا والشفا، وده ياكل ونريح ولادنا ونعمل لولادنا اللي هم عايزينه. طبق بليله بالكنافه وطبق بليله بالعشوره بتاع ده بالسوداني، المكسرات اللي عندك بقى، يعني انا عندي سوداني مطحون حطيته، عندك لوز بتاع دوت، جوز هند، اي حاجه حطي، حطي اللي انت عايزاه. كل الاكل ده بقى يعني بيبقى ايه اذواق، لولا اختلاف السلع لبرت، لولا اختلاف الاراء لبرت السلع. فانتوا بقى ايه يعني اعملوا لكل واحد اللي نفسه فيه. انا عملت بقى بالسوداني شويه وبالقرفه والكاكاو شويه وساده شويه وبالكنافه شويه، يعني انا شكلت لكم تشكيله حلوه قوي للكنافه، للبليله بالكنافه. فانتوا بقى ايه، اللي عايز بالقرفه يحط، اللي عايز بالسوداني يحط، اللي عايز اطباق يحط، اللي عايزها سخنه كده عادي، واللي عايزها يعني بصي هتنبسطوا وهتهيصوا فرح العمده النهارده. وبنص كيلو بليله عملنا احلى احلى حاجه حلوه، ولادك بقى ايه ياكلوا وجيرانك ياكلوا وهتفرقي منها، ويعني هتنبسطوا قوي. بصي طبق الكنافه بقى، طبق البليله اللي بالكنافه روعة روعة روعة، سخنة كده وكلي بقى، يا سلام على جماله بجد بجد، بعدها هتحسي بسعادة جامدة قوي. بألف هنا والشفا حبايب قلبي، وفي رعاية الله، ومع السلامة، باي باي.